مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، نهر سيروان. يواجه العراق موجات جفاف عاما بعد آخر وانخفاضا في هطول الأمطار بسبب التغير المناخي والجفاف المتكرر وارتباط الأمر بملفات جيوسياسية تتعلق بتقاسم مياه نهري دجلة والفرات مع كل من تركيا وسوريا وإيران. يمثل نهر سيروان مخاوف عديدة تنتظر العراقيين وتهدد حياتهم اليومية بسبب التراجع الكبير لمنسوب مياهه بفعل قلة الأمطار وبناء سدود خلف الحدود في إيران حيث ينبع النهر، ما يؤثر على الزراعة وإنتاج الكهرباء معا. يبدأ جريان نهر سيروان في إيران ثم يتدفق إلى سد دربندخان شمال شرقي العراق قبل أن يمر عبر محافظة ديالى ليتصل بنهر دجلة. أما الفرق في منسوب المياه في هذا النهر بين العامين الماضي والحالي فقد بلغ 7 أمتار و50 سنتيمتر. الموارد المائية طالبت الخارجية بتقديم شكوى ضد إيران لمخالفتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للأنهر غير الملاحية العابرة للحدود لسنة 1997، وهذا الوضع دفع وزير الموارد المائية مهدي الحمداني لمطالبة حكومته بتقديم شكوى ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لاسترجاع حصته من المياه في هذا النهر. مع تراجع الأمطار والجفاف أصبح العراق خامس أكثر دولة في العالم تضررا من تغير المناخ كما أعلنت وزارة البيئة مؤخرا، ولهذا حذرت المنظمات غير الحكومية بأن 7 ملايين شخص في العراق مهددون بالحرمان من المياه. من جانبها أعلنت وزارة الزراعة أنه سيتم استبعاد محافظة ديالى من الخطة الزراعية نتيجة قطع الروافد المائية من إيران وتوقف 5 محطات ضخ عن العمل. المسوحات البيئية تبين أن واحدة من كل أسرتين في المناطق المهددة بالجفاف تحتاج إلى مساعدة غذائية، وأسرة واحدة من كل 5 أسر لا تمتلك طعاما كافيا لها. البنك الدولي حذر من أن ارتفاع درجة مئوية واحدة وانخفاض هطول الأمطار بنسبة 10% سيقلص المياه العذبة المتاحة بنسبة 20% بحلول عام 2050، وثلث الأراضي الزراعية المروية في العراق ستحرم حينها من المياه العذبة. عبد الرحمن خاني مدير سد دربندخان قال إن السد تلقى هذا العام 900 مليون متر مكعب من المياه فقط، بينما يبلغ المتوسط السنوي 4 مليارات و700 مليون متر مكعب، وهذا التقلص الكبير سيؤدي حتما إلى تراجع إنتاج الكهرباء في السد بنسبة 30%.